كلمة رئيس الحكومة العراقية وزير الثقافة العراقي حسن ناظم سيقرأه عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم. والآن نستمع إلى كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والذي يلقيه نيابة عنه الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة، فليتفضل مشكورا. هذا يوم الضحايا أيتها السيدات أيها السادة، مع حفظ مقاماتكم وألقابكم. هذا يوم الشهداء روجي شهيدة كان، وما أكثر سند زورا روجي شهيدان وروجي قربانيان عراقي كان تا أم كاتش وتا أم ساتش تساويان لويا ك دزبردار بيوبن كإيدي سيدي كنبنا قرباني سيدي نبنا شهيد ليردا وتاري بريز مصطفى كاظمي تان بود خوين موا بناوي خواي بخشنده ومهربان صلاوي خواي قورتان لبيت. كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتلوها حسن ناظم وزير الثقافة العراقي. تفتخر الأمم ولها مان كاتش دا دبي شانازي بخبات وتيكوشاني قلب كين بوويكا. يجب أن نفتخر في هذه الساعة قل عراق زور قرباني بتضحيات الشهداء الذين قدموا في هذا العراق الكثير من الضحايا وكانوا قرابين للسياسات الحكومات التي وقفت ضد الشعوب وأزهقت هذه الأرواح. انهم ضحوا من اجل مستقبل اجيال قادمه، لا من اجل مقصد قريب. انا من ذوي الضحايا والشهداء ايضا جراء السياسات الحكومات الدكتاتورية. أنا أيضا من أبناء القرى والضيع والقصبات، كنت ككل هؤلاء وعوائلهم أريد أن أحظى بحياة طيبة كريمة من إقليم كردستان حتى الجنوب العراقي شرقا وغربا في هذا البلد. هنالك الكثير من الضحايا وقفوا بوجه الدكتاتورية أو كانوا ضحايا الإرهاب. إنهم يطالبون جميعا بأرواحهم التي بذلوها وطنا يحفظ لهم كرامة المواطنة التي يريدون أن يحظوا بها. لم نأتي وأن يقبل أن يتسابق لنيل الكراسي والمناصب والمحاصصة والمحسوبية ومحاولة تحويل حكم العراق إلى غنيمة. أشعر بالخجل أمام هذه التضحيات الجسيمة لشعبنا، وهو يشهد العجز السياسي المستمر والمتكرر لسنوات عن ترجمة نتائج الانتخابات إلى فعل سياسي على الأرض وإلى مناسبة للتلاقي والتعاون لبناء البلد، وليس مناسبة للشقاق والخلاف والانقسام. قلت للنخب السياسية عند تكليفي بتشكيل الحكومة عام 2020 إن الدم العراقي الطاهر الذي سال في تشرين هو امتداد لكل تضحيات شعبنا، وإن الواجب التاريخي
يحتم على الجميع أن يضع الحلول للأزمات الاجتماعية من خلال معالجة الأزمات السياسية أولاً، وأن لا يسمح بتحول الخلافات بين أشخاص أو توجهات إلى سبب في أي أزمة اجتماعية جديدة. للأسف بعضهم ممن يفتقر إلى المصداقية التاريخية وممن ينظر بعين ذاته إلى الآخرين شكك منذ اللحظة الأولى في كل مقصد نبيل، واعتقد أن السياسة مغامرة وتنمر على المخلصين واستعراض عضلات، ولم يتمكن من أن يفهم أن السياسة مسؤولية جسيمة أمام الشعب وتضحياته وتاريخه ومستقبل أجياله. ولهذا قلت لإخوتي إننا لن نرد على الافتراءات وحملات التشويه الباطلة إلا بالعمل الصادق، ولن ننجر إلى المهاترات والاتهامات الصبيانية، ولن نهتم بمن يحاول أن يسقط أزماته الشخصية أو الحزبية أو السياسية على الحكومة وعلي شخصيا. فالأساس أننا جئنا في مهمة محددة لخدمة شعبنا، ولا وقت لدينا لنضيعه في جدالات وحفلات جنون واستعراضات شخصية وحسابات ضيقة، ولدينا المتسع الكافي بعد أن نكمل مهمتنا ونسلم الأمانة إلى الحكومة القادمة التي تنتجها الانتخابات. المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع في هذا الظرف الحساس أن يفتحوا باب الحوار الصريح والشفاف لحل الانسداد السياسي الحالي. نحتاج إلى رؤية حل وليس وصفة صراع وصدام وانتكاسات. نحتاج إلى أن نتقدم أو أن تتقدم الحكمة على الأهواء والانفعالات. الحوار الوطني الشامل هو الطريق الوحيد لحل أزماتنا، واستعادة الثقة بين القوى السياسية هي مقدمة لاستعادة شعبنا ثقته بالديمقراطية والانتخابات. شعبنا قلق في حالة توتر من التوتر السياسي الحالي ومحاولات جر مؤسسات الدولة والمؤسسات الأمنية للدخول في حلبة سجال سياسي واتهامات وافتراءات بين مختلفين سياسيا. زمن الخلاف السياسي قصير مهما طال ومهما كانت نتائجه مؤلمة، لكن زمن الدولة طويل ويجب الحفاظ على الدولة ومؤسساتها. العراق ومستقبل هذا الشعب أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون أمام كل التضحيات التي قدمها هذا الشعب. وفي هذه الأرض الطيبة والخيرة التي عانت وقدمت تضحيات غالية لعقود طويلة ورسخ في وجدان شعبها في كردستان حب الحرية والعدالة، لم يرضخ أهلها لدكتاتور عات ولا لأفكار ظلامية. إنها جبال ووديان سقيت بدماء طاهرة، لا بد من أن يجد أبناؤها ثمرة هذه التضحيات حرية وعدالة وحقوقا. وهذه الرفات لا تنسى ولا تموت، بل تبقى شامخة كجبال هذه الأرض. الرحمة والخلود لشهداء الأنفال وكل شهداء العراق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.